للحديث أكثر ينضم إلينا هنا في الاستوديو المحلل السياسي اللواء الطيار عبد الله القحطاني. سعادة اللواء أهلا بك معنا. حياكم الله. أهلا بك. يعني بداية، ما دللت سقوط قيادات حوثية من الصف الأول يعني بهذا الشكل والحجم خلال فترة وجيزة؟ هذا دلالة على نجاح التحالف العربي لإعادة الشرعية إلى الوصول للأهداف الاستراتيجية وإلى تحطيم هذا الكيان الانقلابي الحوثي الذي تدعمه إيران، ودليل آخر جديد إضافي على أن المملكة العربية السعودية تقود هذا التحالف لديها بنك من المعلومات، والتحالف كذلك يعلمون ماذا يفعلون ويعلمون أن الحوثيين يتواجدون في كل مكان. هذه الاستراتيجية وهذا الاستمرار لهذا الزخم في الانتصار في المعارك يعطي دليل على أن التحالف مصر للوصول إلى خط النهاية، وخط النهاية يعني لهم إزالة الحوثي من صنعاء وإنزاله إلى طاولة المفاوضات إنشاء، وإلا إلى مصيره المحتوم بكل بساطة. طيب يعني برأيك يعني لماذا تتكتم يعني جماعة الحوثي الإرهابية على مصرع قياداتها التي تكون من الصف الأول والثاني كالحالة التي نراها الآن؟ هذا بالتحليل حتى اللحظة يدل على أن القيادات المستهدفة عالية الثمن بالنسبة لهم وعالية القيمة بالنسبة لهم ومؤثرة جدا في مستقبل هذه الحركة وفي أيامها القادمة. لو كان المستهدفين الذين تم القضاء عليهم أو تم استهدافهم من الخط الثاني أو الصف الثاني أو الثالث أو الرابع أو حتى من الغير مهمين جدا لأعلنوه في حينه، لقالوا أن المستهدفين كانوا كذا وكذا وكذا وعددهم كذا وانتهى الأمر، ولكن تكتمهم على الأسماء وعلى من هم المتواجدين يدل على أن هناك صيد ثمين كما يقال، وعلى أن المستهدفين كانوا يمثلون بالنسبة للحركة الحوثية وللحرس الثوري الإرهابي الإيراني يمثلون قيمة معنوية لهذه الميليشيات في اليمن. ولا نستغرب أن يكون هناك عدد كبير، يعني ليس فقط كما ذكر 6 أشخاص ما ذكرها الحوثي، قد نتفاجأ أن هناك أعداد كبيرة جدا. التحالف لم يقدم على مثل هذه العمليات إلا وهو يملأ يده كما يقال معلوماتيا ويعلم أن هذه القيادات لها حجمها ولها تأثيرها. وبالمناسبة هنا نتائج سابقة لهذا الحدث، هناك نتائج إيجابية جدا، استهداف الصمات سابقا في بوقت وجيز جدا وبدقة متناهية، وخير دليل على أن التحالف قادر الوصول إلى كل واحد من هؤلاء الحوثيين. ومرة أخرى إن كان لديهم شيء من العقل عليهم أن يدركوا أن المملكة العربية السعودية والتحالف لإعادة الشرعية لن يقبلوا بهذا التنظيم على إيران، على الحرس الثوري الإرهابي الإيراني، أن يعلم أن التحالف قادر على الوصول إلى كل إرهابي من هؤلاء في أي مكان، إن كان بالصبغة المدنية وإن كان ميدانيا، إن كان من جيش علي عبد الله سابقا وإن كان من الحرس الثوري الإرهابي الإيراني مباشرة، إن كان من الضاحية الجنوبية من لبنان وإن كان من مرتزقة الحوثي. هؤلاء جميعا هم أصبحوا في مرمى وفي علم التحالف العربي لإعادة الشرعية وسيستهدفهم مباشرة، وهذا مشرع له أو مشروع له أن يستهدف أعداء. هم من يطلق الصواريخ على المملكة العربية السعودية، هم من خرب اللحمة الوطنية الشعبية اليمنية، هم من دمر اليمن، هم من سلمها إلى إيران، هم من يقوم بقتل اليمنيين كل يوم، هم من يجند الأطفال، هم من يسرق قوت الشعب اليمني، الإغاثة التي تأتي من كل مكان عبر البحر من خارج اليمن ينهبها هذا الحوثي ويوزعها على مقاتليه، وبالتالي هم هدف مشروع وستستمر هذه العمليات حتى يقضى عليهم تماما، إن لم يتداركوا ما تبقى وإلا فالموت هو مصيرهم بلا أدنى. وكما ذكر يعني العقيد المالكي أن الميليشيات الحوثية تتعمد عرقلة كذلك وصول المساعدات للموانئ وتحتجز كذلك 17 سفينة في ميناء الحديدة. هذا صحيح، وما عرقلة هذا الإمداد إلا مناكفة للمجتمع الدولي، إلا تجويع لليمن الداخلي. ولكن هناك نقطة ربما لم يتعرض لها البعض، وهو لماذا الآن تحتجز وتمنع هذه السفن من الوصول؟ لأنها تأكدت ربما أنها لا تحمل أسلحة إيرانية، أنه لا يوجد ضمنها صواريخ إيرانية، أنها تعلم أن التحالف أصبح على علم يقين أنه لن يسمح بدخول هذه الأسلحة مرة أخرى لليمن، وهذا قد يكون أحد الأسباب الذي دفعهم إلى منع 17 سفينة محملة بالمؤن. سابقا كانوا يستقبلون هذه الكميات الكبيرة جدا، وكان من ضمنها مع الأسف عبر ميناء الحديدة أسلحة ومتفجرات وألغام وصواريخ وخبراء إرهابيين قادمين من إيران ومن خارج إيران. شكرا جزيلا لك، كنت معنا في الاستوديو المحلل السياسي اللواء الطيار عبد الله القحطاني. أشكرك جزيلا. شكرا.